انا كنت راجل فلاح في البلد مزارع مزارع، طلع القانون بتاع الملك والمستاجر اللي حذفوه ده وخدوا الارض مني واعطوها للملك. اصبح الملك الوقت عم اجر الفدان ب 7000 جنيه لان انا كنت عم اجره ب 1000 جنيه. خدوه مني، خدوا الفدان ده مني، خدوا صاحب الملك، خلاني كرهت البلد وجيت مصر امسح وريني. وزير الزراعه عاوز يقول لك ايه؟ اصغر المزارعين اللي عنده 10 فدان، طب واللي ما عندوش خالص؟ يبقى اصغر ايه؟ خلاص ان كانوا في البلد يرتاحوا 40 مليون وموتوا 60 البديل. المفروض الحكومه تقول الحقيقه حتى لو مؤلمه. لو هتتعب الشعب الحكومه تقول الحقيقه، تقوله، تقول ان الاقتصاد بتاعنا وحش، تقول ان مفيش فلوس، تقول مفيش حكايه. إننا سايبين البلد ستاره بيضاء ومدارين علينا، ليه؟ ما يقولوا الحقيقه للناس، حتى يعملوا مرتبات للناس الغلابه اللي زي حالات اللي عدى 61 سنه. يعملوا لهم مرتب يساعدوه على المعيشه. المعيشه بتاعتي انا وحشه، وانا عم بقول انا احسن من غيري، في اوحش مني كمان. يا دوبك على قد يا باشا، الحمد لله ما احنا واقفين دلوقتي بناكل عيش ومش عارف ايه، وناس بتجي تزاولنا وناس بتقول مش عارف انتوا واقفين ليه في الشارع ومش عارف ايه، يعني ايه بيزاولونا؟ ما احناش عارفين ناكل عيش في الشارع، مش عارفين نعمل ايه. بتمنى يا حاجه يا باشا، انا بتمنى اكل عيش وامشي ماشي زي ما انا ماشي كده يا باشا، واتمنى ان انا باكل عيش وبس على كده يا باشا. اتمنى ايه تاني من الدنيا؟ الحمد لله على كده كفي بيتي وماشي الحمد لله، طالما ماشي كده ومستوره الحمد لله. طب مش عايز حاجه تاني من الدنيا، عاوز ايه تاني يا باشا من الدنيا؟ الحمد لله على كل يجيبه ربنا والله، يعني الحمد لله الواحد بينزل يجيب مصاريفه وبيعمل اللي عليه الحمد لله يعني، وربنا الحمد لله بيكافئه يعني، عشان انا بجيب جنيه حلال يعني، وعمري ما بصيت لحاجه مش بتاعتي يعني، الدخل على قد على قد يعني بقى على قد يعني مش اكتر ولا حاجه. الاول كان احسن، دلوقتي بقت الحياه بقت صعبه يعني، لان المعيشه صعبه والحاجه عمال تغلى والشقق اللي هي بسبب الشقق اللي هي الايجار غاليه، وعادي الايجار سنتين ومش عارف، انا مش عارف اتجوز، عندي 29 سنه مش عارف اتجوز، وبساعد والدتي وانا الكبير، انا شايل المسؤوليه كلها، وبتمنى ان انا ابقى حاجه واعمل نفسي حاجه ومش عارف اهو، بتمنى ربنا يسهل لي ويحسن من نفسي، بس ما بحبش اقعد في البيت، بحب اشتغل عشان اجيب جنيه حلال وما اقولش لحد اديني. طول عمري انا شقيان في الشارع، نفسي مصر تبقى احسن وتبقى اجمل بلد، لان دي بلدي وبحبها من قلبي والله العظيم، وعايز بلدي تبقى دايما في الاحسن يعني، مش عايز بلدي تبقى وحشه يعني، عايز بلدي تبقى احسن بلد، لان متربي فيها وما ينفعش ان انا اسافر واروح اي حته افضل عايش فيها لحد ما اموت، ما تخلاش عن بلدي ابدا. الاستاذ الدكتور جوده عبد الخالق سيدي، انا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا، وشرف كبير ليا ان حضرتك تكون معنا في هذا الحوار. تحياتي ليك وجمهور المشاهدين. شكرا يا فندم. يمكن سؤالي الاول بسيط وفي نفس الوقت صعب، هو عن مصطلح حضرتك يمكن نظرت معظم حياتك له، وهو فكرة العدالة الاجتماعية. يعني ايه عدالة اجتماعية؟ زي ما ذكرت يمكن هستخدم تعبير مختلف، هو استعين بصديق بقى في نهاية المطاف. السهل الممتنع، بمعنى انه عدالة اجتماعية معناها تكافؤ في الفرص بين أفراد المجتمع، وأفراد المجتمع هنا تفهم بمعنى أوسع من الأفراد الذين يعيشون معا في فترة معينة، وإنما الأفراد الذين يعيشون الآن والذين يعيشون في المستقبل، يعني الجيل الحالي والأجيال التالية. تكافؤ الفرص معناه أنه يكون لكل فرد في المجتمع بهذا المفهوم، الجيل الحالي والجيل التالي، فرصة متكافئة مع جميع أفراد المجتمع في الحصول على أساسيات الحياة، في التمتع بالحماية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وده معناه أنه في ثلاث أبعاد للعدالة الاجتماعية. البعد الأول اللي احنا بنسميه البعد الافقي، يعني عداله بين الناس اللي عايشه مع بعض في نفس الفتره. مثلا حاليا في كلام على الحد الادنى والحد الاقصى للاجر، في كلام على الضرايب، كل ده يتعلق بالعداله بين الفئات الاجتماعيه التي تتعاصر معا في المجتمع. لكن في بعدين تانيين احب ان نسلط الضوء عليهم لاهميتهم في الحاله المصريه. البعد الثاني هو العداله
بين الجهات أو المناطق. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه في حالة مصر أهل الصعيد يعانون معاناة شديدة جدا وهم في حكم المنسيين، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الخدمات المختلفة، وأيضا في مجال فرص العمل والتمتع بدخل كريم. طبعا الإحصاءات الرسمية بتقول أن ثلثين الفقراء موجودين في الريف وبالذات في ريف الصعيد. فبنقول أن ده بعد جهة لابد من تركيز على هذه المنطقة حتى يتم النهوض بها لتحقق. ده البعد الثاني. البعد الثالث هو العدالة بين الأجيال، لأنه إذا كنا نعيش على موارد ثروة ناضبة زي البترول والغاز الطبيعي مثلا، فلا يجوز للجيل الحالي أن يستهلك كل هذه الثروة الناضبة ولا يترك شيء للأجيال القادمة. أيضا لا يجوز للجيل الحالي أن يشتط في تراكم الدين العام بحيث أن يترك على الأجيال القادمة عبء سداد هذا الدين العام. فإذا بهذا المعنى بنقول أنه تكافؤ فرص، لكن على أساس من يعيشون معا في نفس الفترة الزمنية، من يعيشون في المناطق المختلفة، من يعيشون في الفترات الزمنية المختلفة. طبعا في مؤشرات بقى تحدد هذا المفهوم، زي مثلا بنتكلم على قضية الحد الأدنى والحد الأعلى للأجر أو للدخل بمعنى أصح، موضوع الضرائب وبالذات الضرائب التصاعدية والضرائب على ما يسمى الدخول غير المكتسبة أو الأرباح الرأسمالية، موضوع حماية الثروة القومية. وبالمناسبة إذا نظرنا خارج مصر، مثلا الأمم المتحدة حاليا بتتكلم على أهداف التنمية المستدامة، يعني المستدامة القابلة للاستمرار بالطراد عبر الزمن، وبيعاد النظر في حسابات الدخل الخاصة بالبلاد المختلفة لكي يؤخذ في الاعتبار مدى تآكل الثروة الناضبة. إذا كنت بتقول أنا عندي مليار من البترول و 10% من المليار دول في الواقع هو أكل لرصيد الثروة، يبقى المفروض هنتكلم على 900 وليس إيه مليار، 900 مليون وليس مليار. فهذا هو المفهوم. طيب خليني هنا أتوقف أمام النقطة. أول نقطة هي عموما قبل ما حد يتولى أي منصب، قبل ما أي حد يعمل أي تحليل، مصر فيها اختلالات هيكلية، فيها عيوب، فيها عيوب في طريقة توزيع الدخل، في الموازنة العامة أين تذهب مصادرها، بتلاقي نفسك بتدفع الربع في أجور ومرتبات، ربع فايدة الدين، ربع دعم، ربع للمشروعات والاستثمار. هذه التقسيمة بتفرض نفسها على أي حكومة، على أي حاكم، على أي نظام موجود. أيضا هو الكبيرة في الدخول ما بين من يملك ومن لا يملك، أزمة الطبقة الوسطى في مصر وتأكلها. معظم المصريين الذين كل المصريين بيعيشوا على 6% بس من الأرض المصرية و 94% من الأراضي المصرية غير مأهولة. في اختلالات في الاستراكشر، في الهيكل، دي بتواجه أي حد. إلى أي حد، وحضرتك لما توليت في ظروف صعبة جدا منصب وزير التضامن الاجتماعي وعندك كل الأحلام والطموحات لتحقيق كل ما كان في ذهنك، وأنت رجل أكاديمي أو رجل سياسي أنك عايز تطبق، الآن أنت في مقعد المسؤولية، بالتجربة العملية إزاي الاختلالات دي شكلت تحدي ليك؟ طبعا هي كانت تحدي لا يستهان به، خصوصا في ظل تواضع قدرات الجهاز الحكومي. يعني أنت وزير على رأس وزارة، لكن إذا تنظر إلى الموارد البشرية في هذه الوزارة تجد أنها تعاني معاناة شديدة بحكم الممارسات السابقة، أنه مثلا في الشؤون أو التموين اللي هم كانوا الاثنين بيكونوا وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية،
لم يكن قد تم تعيين موظف بعد سنة 82. فتخيل الجهاز الإداري أصابته شيخوخة وفي فجوة كبيرة جدا، بإضافة إلى ذلك قلة أو انعدام التدريب على الأمور المستجدة، وده انعكس طبعا على أداء العمل بشكل كبير، من ناحية أنه استدعى الاستعانة ببعض ذوي الخبرة لاستكمال النقص الموجود في الوزارة. وانا هتكلم في النقطة دي لانها نقطة حساسة وناس كتير بيتكلموا، المستشارين والماليين وكل الكلام ده. لكن قبل ما اقول ديت عايز اقول انه المهم هو التفكير خارج الصندوق، تفكير غير التقليدي، غير التقليدي اللي فيه ابداع طبعا. لانه اذا يعني كما طرحت مسألة يعني يبدو الموضوع يعني محسوم وممكن يخلي الواحد يصل الى حاله من العدميه ويقول مفيش فايده. انما صحيح ان احنا عندنا مساحه اللي هي المليون كيلومتر وشويه فكه، لكن الاهم من المساحه هو الموقع، هو الموقع. ودي نقطه لا زالت مهمله. طبعا في حديث عن محور قناه السويس وتطوير هذه المنطقه والى اخره، انما في المجمل هناك اهدار لمورد الموقع. وجمال حمدان الله يرحمه تحدث عن شخصيه مصر، مظبوط، انا في مقدمه شخصيه مصر تكلم عن عبقريه المكان، بالظبط كده. فعبقريه المكان ممكن انها تخلق لنا مضاعف يضرب بقى هذه المساحه وهذا العدد من السكان في عده نسب. طبعا ده تفكير احلام، انما ليس مستحيلا على الاطلاق. في دي نقطه في المجمل بالنسبه للتطوير. لكن فيما يتعلق بالوزاره وكيف يعني شكل هذا الواقع قيدا وكيف امكن الى حد ما التفكك منه، لما ناخد قضيه العداله الاجتماعيه والارقام نفسها بتقول انه الفقر في مصر هو حاليا يصل الى 40% من السكان ان لم يكن اكثر، يتركز في الريف بصفه غالبه وفي ريف الصعيد بدرجه اكبر، انما في الريف يعني. فكان وفي نفس الوقت البلد تعاني من فقدان الامن الغذائي، تعتمد على استيراد القمح وسلة حياة أو موت بنسبة 60% ربما أكتر. فكان التفكير في اتجاه أنه أنا أضرب عصفورين بحجر أو ربما ثلاث عصافير بحجر واحد، أن لما أدفع للفلاح سعر للقمح أعلى من السعر العالمي وأعلن هذا السعر قبل موسم الزراعة، دي مهمة جدا، والتزم بعد الحصاد باستلام المحصول ودفع الثمن بتاعه بلا ابطاء، يبقى انا دلوقتي برفع دخل الفلاح مباشره وبالتالي بعالج مشكله الفقر، ازيد من الامن الغذائي لمصر باعتبار انه زياده انتاج القمح تعني زياده نسبه اعتماد على الذات وده بيقلل الاعتماد على الخارج. الحجر العصفور الثالث اللي ضربناه بيه انه بهذه الطريقه احنا بنزود المتاح من القمح دون ضغط على الجنيه المصري. لو قارنت بين طن من القمح منتج محليا وطن من القمح مستورد هناك فروق عده بين الاثنين، لكن واحد من اهم الفروق هو ان الطن المستورد يشكل ضغط على قيمه الجنيه المصري. الطن المحلي على الاطلاق لا يشكل، وبالتالي ده كان نوع من الايه من التفكير انك انت بتحقق عداله اجتماعيه، بترفع الدخل الفلاح، بتزود انتاجيه الارض زي. لكن عايز اقول انه ليس بمجرد اعلان سعر تتحقق هذه النتيجه، انما الامر يقتضي رد الاعتبار للفلاح والاعتراف به كفاعل في الساحه العامه. ده نقطه مهمه جدا، وذلك احنا حرصنا على مرتين حصل الكلام ده بعد موسم الحصاد، نجيب العشرين فلاح اللي قبلوا ولاء حسنا وانتجوا بغلة وفيرة، عشرين ارداب الفدان فاكتر، ووزير الزراعة موجود، انا موجود، التلفزيون موجود، بنوزع الجوائز على هؤلاء الناس. فلما بيجي الفلاح بالجلبية يدخل ديوان عام الوزارة
انت كده بتكسر حواجز شديده جدا جدا، وجاي قاعد واقف كتف كتف مع الوزراء والتلفزيون بيصوره. فدي لها مفعول. الاهم من كده كمان، الناس دي قالت لنا على ملاحظات احنا ما كناش واخدين بالنا منها، قالت ممكن جدا تعمل نتيجه افضل حتى بانك تاخد بالك من موضوع الاسمده. صحيح انت رفعت لي سعر القمح، لكن التجار رفعوا سعر الاسمده، فجزء من النتيجه ضاع. فده يعني ده نوع من التفكير اللي هو الى حد ما خارج الصندوق، واقتضى مواجهه في اتجاهين بالمناسبه. الاتجاه الاول مواجهه بين الدول الكبرى التي تبيع القمح لمصر. يعني كنت تقريبا استقبل المستشار الزراعي للسفاره الامريكيه على الاقل مره في الشهر والحديث حول هذه القضيه، وكذلك كان يعني كان بيأرقد الدول اللي احنا بنستورد منها طبعاً. زياده الزراعه صحيح. ليه بقى؟ لانه في مصر للقمح، مصر هي المستورد الاول للقمح في العالم. يعني عاوز اطمن حضرتك، احنا عندنا اربع سلع تموينيه استراتيجيه، هي القمح، هي السكر، هي الزيت، هي الارز. الحمد لله في الاربع سلع لدينا احتياطي امن ولفتره طويله. حد لحضرتك مثال بسيط جدا بالنسبه للقمح، يمكن كان فيه تقرير لرويترز من ايام ان الواردات المصريه قلت من القمح، وانا بقول له ايوه، لان اولويتنا بقت للمزارع المصري، للمنتج المصري، ولابد ان احنا نديله الاهتمام والاحترام الواجب. احنا لدينا قمح داخل البلاد وتعاقدات حوالي 3 مليون طن تكفينا حتى نهايه يونيو، بس في 15 الشهر ده يعني بعد اسبوعين سيبدا عيد المصريين بتوريد القمح المحلي اللي احنا عندنا امل، واحنا زارعين 3.4 مليون فدان، وبنتوقع انتاجيه في حدود 9 مليون طن. ان احنا السنه دي المزارع المصري يورد لدولته اللي ادته سعر عادل في الارداب 400 جنيه للارداب، ان احنا ناخد السنه دي 4 مليون طن. لو خدنا ال 4 مليون طن قمح دول ان شاء الله يكفونا لحد نهايه 2013. مصر يتحكم في الارز فيها عدد محدود يمكن على اصابع اليد في تجاره الارز، ازاي ده واحنا اصلا دوله من كبار الدول المستهلكه للارز؟ يعني هو طبعا ده يرجع الى خلل في تنظيم سوق الارز. انه الدوله كانت موجوده في فتره لما كان في توريد اجباري للرز. لما انهي العمل بالسياسه التوريد الاجباري خرجت الدوله من هذه الساحه، ودخل التجار، والتجار عباره عن حوالي خمسه تجار. الرز يتميز عن القمح خمسه لاعبين كبار، خمسه لاعبين كبار، ودول بيقعدوا الهيئه بتاعت هيئه السلع الثمانيه بتطرح مناقصات، او كانت تطرح مناقصات شهريه لتوريد الارز لتسليمه للمواطنين على البطاقه الثمانيه. فطبعا الخمسه دول عارفين انه كل شهر هيئه السلع الثمانيه مضطره انها تطرح مناقصه لتوريد مثلا 100,000 طن رز. فيرتبوا مع بعض يقعدوا مع بعض بالظبط كده ويقول لك اول مناقصه السعر يبقى 2200، المناقصه اللي بعديها 2500، ممكن يوزعوا فلان ياخدها المره دي وفلان ياخدها. لا هم ما كانوش، كانوا بيدخلوا كلهم، لكن بيتفقوا على سعر، لانه انت بتعمل مناقصه يعني بتدي للاقل سعر، بيتفقوا على بعض مع بعض على السعر كويس. ويدخلوا لان هم لاعبين صحيح كبار، انما ما يقدرش اي واحد منهم يورد ال 100,000 طن مره واحده. فجيت انا قلت لهم، اجتمعت بيهم قلت لهم يا جماعه اتقوا الله في الناس الغلابه، انتوا بتشتروا الرز في بدايه الموسم وتخلوه عندكم، وبعدين بتقدموا كل شهر المناقصه وبترفع السعر بلا مبرر، انت اشتريته بالسعر ده. قال لا يا دكتور، دي معالي الوزير، دي مساله عرض وطلب. قلت لهم اوكي، نلعب بقى لعبه العرض والطلب. وهنا اهميه التفكير خارج الصندوق. جبت الوكيل الوزاري قلت له اسمع، انت ايه المبرر انك انت تعمل مناقصه كل شهر 12 مره في السنه؟ ده معناه انك بتدي اشاره للناس دول، اشاره واضحه جدا ان هم يضربوا على الايه على السعر كل شهر. قلت له جيب لي البيانات، وفعلا قلت له عامله زي السلم من بدايه الاول مناقصه بعد المحصول اللي هي في تقريبا اكتوبر، السعر منخفض بعدين يقعد يزيد لغايه في يونيو ويوليو يوصل لحوالي 3,500 4,000. قال لي امال اعمل ايه؟ قلت له تعمل مناقصه مدتها 3 اشهر
مش شهر. ونحط شرط في المناقصة انه اذا ما عجبنيش السعر الغي المناقصة. انا الهدف كله انه عايز ابرجل التجار في الحسابات بتاعتهم. لانه انا بعلن عن مناقصة وهو مش عارف اذا كنت همشيها ولا هلغيها. ولكن عشان انا الغي مناقصة لازم عندي بديل. ايه البديل؟ قلت لهم انتوا بقى تنزلوا هي السلع التموينية تنزل تشتري الرز من الفلاحين زي ما التجار بيشتروا. اشتروا يعني اشتروا 98 ألف طن. وده بيمثل كم في المية من بيمثل لأنه هو تقريبا استهلاك شهر فقط. هم الأول قالوا هنجيب مليون. قلت لهم خلاص. قالوا بس التمويل. قلت أدبر التمويل باتفاق مع المالية. في نهاية الأمر جابوا 98 ألف طن. قلت لهم خلوهم. مشينا في الموضوع لغاية يبقى جينا في المناقصة بتاعة أبريل يونيو. التجار كان السعر 3000 وقدموا على اساس يرفعوه ل 3.5. فقلت لهم خلاص الغي المناقصه ونزل الرز اللي عندك. الوزاره بقت اكبر لاعب لان ما فيش واحد عنده 98000 طن من التجار دول لوحده. السعر راح نازل حوالي 250 او 300 جنيه عن الحد اللي هو كان 300 بتاع المره اللي فاتت. صرخوا بتاع وقال لك انا كلموني قالوا لي احنا هنروح رئيس الوزراء ومعانا 600 مفتاح بتوع مغارب الرز وهنقول الدكتور جوده وقف حالنا وقطع اكل عيشنا. قلت لهم بصوا انا اللي اخد لكم المقابله مع ايه مع رئيس الوزراء ما تقلقوش. لان انا شايف انتوا بتمص دم الناس ولا تتقوا الله. فده الموضوع يعني عايز تفكر في المشكله في الجهاز الحكومي. انه بذكرني بقصة سيدنا ابراهيم مع قومه هذا ما وجدنا عليه ابائنا. اخطر حاجة في الموضوع هي انه هذا ما وجدنا عليه. لابد من التفكير بشكل ابداعي والمجال مفتوح. مثلا في الموضوع في مسألة تانية في مجال الازمات وكيفية مواجهة الازمات. طب تسمح لي ده يكون بعد الاستراحة الاولانية. طيب. بعد الاستراحة يستمر الحوار مع الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق.